أهلا وسهلا بكم في برنامج صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربة اللندنية، مخازن سلاح الميليشيا تبقي سكان المدن العراقية على حافة الجحيم اللبناني. في القدس العربي، العراق، صحة النجف تحذر المواطنين، نخشى أن يأتي يوم لا نجد فيه طبيبا. في العربي الجديد، استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني في جنين. نقرأ في المدى، نشطون يرون أن لبنان توأم العراق في الاحتجاجات والكوارث وفساد الطبقة السياسية. في ألترا عراق، مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى 140,000. في عربي 21، غضب يتصاعد في بيروت وارتفاع لعدد القتلى إلى 154. وأخيراً، الشرق الأوسط تقول على لسان الأمم المتحدة، نحو 100,000 طفل بلا مأوى من جراء انفجار مرفأ بيروت. نبدأ بهذا المقال، وجاء في مطلعها: تجربة الديمقراطية في العراق بعد العام 2004 كانت مليئة بالألغاز المحيرة والمطبات، بل وحتى بالقنابل الموقوتة التي لا تنفجر إلا تجربة. في أوقات التصويت، الانتخابات العراقية تعني مرحلة الولوج في دوامة التناحر السياسي، وقد لاحظنا أن الحزبية والطائفية والقومية والعشائرية كانت هي الصبغة الأبرز للانتخابات البرلمانية الماضية. يقول الكاتب جاسم الشمري في مقال بموقع عربي 21: أتصور أن الدعوة لانتخابات أبكر حيلة قانونية تهدف إلى تقليص خسائر الكتل السياسية التي تريد أن تحافظ على هيبتها قدر الإمكان، بعد أن كشفت مظاهرات تشرين الكثير من الصور السلبية في الميادين السياسية والعسكرية والدبلوماسية. ربما بعد عام ستنقلب الكثير من الأحوال والأوضاع، وبالذات بعد الأمل بانكماش فيروس كورونا الذي تسبب بتأجيل المظاهرات أو تقليل أعداد المشاركين فيها في العديد من المدن، ولهذا هم يتسابقون مع الزمن لتقريب موعدها قدر الإمكان. الميليشيات العقبة الأخطر والأكبر تتمثل في التخلص من الميليشيات وتقديم من تورط منهم بالقتل والتهجير لمحاكم مختصة، وهي خطوة ضرورية ليس فقط على مستوى الانتخابات بل حتى في إطار بناء الدولة. استقلالية مفوضية الانتخابات تعد المفوضية المستقلة بموجب الدستور واحدة من أوكار المحاصصة الطائفية والقومية في البلاد، ولهذا هل سيقلب الكاظم الطاولة على المفوضية ويأتي بقضاة مستقلين؟ معضلة قانون الانتخابات الذي لم يحسم حتى الآن، وهنالك مناحرات ما بين الفرقاء السياسيين حول اعتماد القائمة المغلقة أو المفتوحة خلال التصويت. هل هنالك قاعدة بيانات شفافة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد، وبالذات في المناطق التي فيها إشكاليات سياسية وأمنية، وبالتحديد في بغداد وديالى وكركوك والموصل؟ هل ستتم معاقبة المال السياسي المستخدم لشراء الأصوات والتأثير على تشكيل الكيانات والتحالفات وشراء أصوات الناخبين؟ ومن سيضبط صناديق الاقتراع من مافيات التزوير كما في التجارب الماضية؟ كيف سيتعامل الكاظمي مع ملف المعارضة العراقية في الخارج؟ وهل سيغض الطرف كما فعلت حكومة حيدر العبادي عن وجود أكثر من 5 ملايين مهجر في الخارج، بينهم قوى معارضة غير إرهابية لا يمكن تجاهلها لمن يريد وضع العراق في الحالة الصحيحة؟ يتابع جاسم الشمري قائلا إن الانتخابات التي لا ينتج عنها تنظيم لسياسات الدولة وتغيير للواقع وتحقيق لمصالح الناس داخل الوطن وخارجه ستكون خطوة عبثية لا تستحق ما ينفق عليها من أموال وجهود وإعلام.
إلى مقال جديد منشور في صحيفة العربي الجديد، وجاء فيه مشهد الإهانة الذي تعرض له الفتى العراقي في صحة التحرير واحد في سلسلة لا نهاية لها من إهانات تتوالى على الشعب العراقي وأبنائه. فقبل أسابيع اغتيل المحلل السياسي هشام الهاشمي، قبله صحفيون، وشهدت ساحات في بغداد وغيرها من مدن العراق منذ أكتوبر تشرين الأول شهدت اغتيال أكثر من 1000 شاب من المتظاهرين السلميين، وهناك عدد هائل من السجناء والمغيبين والمخطوفين في سجون حكومية وسجون تابعة لعصابات الميليشيات الولائية. أظهرت قنوات تلفزيونية أهاليهم وأطفالهم يبكون ويطالبون رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالإفراج عن أبنائهم الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بدون تهم. مقال للكاتبة ولاء سعيد، نتابع جزءا منها. ما يحدث في العراق من نماذج هذا المشهد المهين للإنسان وللكرامة يتكرر مرات عديدة يوميا في الأحياء والمدن وفي الساحات وفي مراجعات الدوائر الحكومية، وخصوصا في السجون المكتظة بالأبرياء والمعتقلين من دون تهمة، وإنما تم احتجازهم لأصولهم المناطقية بدليل أرقام السجون وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية، منها منظمة العفو الدولية وكذا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. لم يعد من الصعب على أي عراقي اليوم وبعد 17 عاما من الاحتلال أن يلمس أن جرائم القوات الأمنية الحكومية بمختلف تسمياتها وملحقاتها من الميليشيات ضد العراقيين منهج وليس تعاملا فرديا، بل هي عقيدة أحزاب العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي بعد اجتثاث الجيش العراقي السابق وإبادته بحجة الطائفية وزج أكثر من 1,000,000 عراقي في السجون. بدأت التأسيس لجيش ضعيف وتقوية ميليشيات جاءت من إيران، والتأسيس لميليشيات جديدة تابعة للحرس الثوري الإيراني لحماية النظام. وليس هذا فحسب، بل يدعو معممون ظهروا بعد الغزو الأمريكي القوات الأمنية والعسكرية في كل مناسبة إلى قتل كل من يرفض العملية السياسية ويريد الانقلاب على الحكم، عملاً بأكثر الأقوال تعبيراً لهذه الحالة قول رئيس الوزراء السابق نور المالكي الذي طردته الولايات المتحدة من منصبه بعد ما ننطيها. بل تستمر الحكومات بعد المالكي على نهجه، خصوصاً بعد تشكل الحشد الشعبي وتمدد الميليشيات التي أسسها قاسم سليماني. تتابع ولاء سعيد السامرائي قائلة وحده شباب الشعب العراقي الثائر منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي قادر على إيقاف هذه الجرائم ووضع حد لحكومات الجريمة المنظمة بحق العراق، وقد أعلنها الشباب صراحة بمناسبة فيديو إهانة الصبيح، حينما قال أحدهم: ليتركنا الكاظمي أمام هذه الميليشيات، ليتركنا ونحن نعرف كيف نخلص بلدنا وشعبنا منهم. وقد انتصر شباب ساحات التحرير على طغمة الميليشياوية منذ بداية الثورة وعزلوها تماما، ولم يبق له إلا تنظيف العراق من رؤوسها وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزاء ما فعلوا. إلى مقال جديد بعنوان رسائل الانتخابات، وكتبه علي حسين ويقول في مطلعه: دائما ما تصلني رسائل من قراء أعزاء، الكثير منها يعتقد أصحابها أن الشعارات التي ترفع هذه الأيام حول المواطنة وضرورة الابتعاد عن شبح الطائفية لن تلقى صدى لدى الناخب الذي سيهرول الانتخاب جماعته، فيما البعض الآخر يرى أن العلة ليست في السياسيين وإنما في المواطن الذي يصر دوما على الانقياد لأهواء ورغباته السياسية، ويكفي أن أخذ عينات من الحكومات التي مرت على هذا الشعب كي نرى حجم الاستخفاف بالإنسان. فشراء الذمم وتزوير إرادة الناس وسرقة المال العام والمحسوبية والرشوة جعلت من المواطن المسكين يعيش على هامش الحياة. مقال للكاتب علي حسين، نتابع جزءا منها. البعض من المواطنين وهم يعيشون وسط أكوام الضياع وصحراء القهر والغبن وبطالة وخوف وموت مجاني، ليس أمامهم سوى الوقوع في ثقب الخديعة
مع ما يحمله من بلسم كاذب ووهم خادع، لجنة موعودة كبديل عن إفلاس مشاريع الجنة الأرضية، جنة العدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم التي وعدت بها أنظمة تسعى للاستيلاء على أي شيء وكل شيء، ما معنى أن يدفعنا السياسيون في كل يوم نحو وطن لا يحده سوى اليأس والخراب. هل يدركون مدى اتساع الهوة بينهم وبين الناس، بين من يملكون كل شيء والذين لم يعد لهم الحلم أو حتى الأمل؟ لا يمكن بناء وطن لا يؤمن أهله به ولا يثقون بغده أو بغد أبنائهم، وهذه الثقة لا يمنحها سوى سياسيين نزهاء وصالحين. ظلت الناس تأمل بسياسيين يعلون مبادئ الحوار السلمي، شعارهم القانون أولا وأخيرا، لكنهم وجدوا أمامهم عقلية سياسية تتعامل مع الجميع باعتبارهم أعداء للوطن وعملاء للخارج. كانت الناس تأمل بسياسيين يخرجون البلاد من عصر الفساد والقمع إلى عصر الحريات، فوجدوا أمامهم ساسة ومسؤولين يريدون إعادة البلاد إلى زمن القرون الوسطى وعهود الظلام. يتابع في مقاله المنشور بصحيفة المدى علي حسين قائلاً: بالتأكيد سيأتي يوم نجد فيه المواطن العراقي ومن خلال صناديق الاقتراع نفسها يعبر على جثة الاصطفاف الطائفي، لأنه سيدرك حتماً أن التغيير الحقيقي الذي يستحقه لا يعني تغيير السلطة أو وجوه الحاشية أو استبدال جماعة طائفية بأخرى أكثر طائفية. التغيير ليس صناديق انتخابات فقط بقدر ما هو تفكيك بنية فاشلة ترى في كرسي الحكم حقا شرعيا، وهذا لن يتم بمجرد تنظيف الواجهات بينما يبقى العفن يحتل أركان الوطن ويعيد إنتاج الفاشل كل مرة بوجه جديد وبشعارات وخطب جديدة ورنانة. الآن إلى مقال آخر منشور بصحيفة العرب اللندنية وجاء فيه: التفجير المروع الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت يذكر العراقيين بتعرض مدنهم خلال السنوات الماضية لانفجارات مماثلة وإن كانت أقل حجما وأخف ضررا، لكنه ينبههم بشكل خاص إلى أنهم لا يزالون معرضين للخطر نفسه بسبب وجود مخازن السلاح والعتاد والمتفجرات داخل أحيائهم السكنية في ظل عجز السلطات عن إنهاء ظاهرة تخزين الأسلحة بشكل عشوائي يهدد حياة المدنيين. تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية حول مخازن السلاح التابعة للحشد الشعبي نتابع. أحدث تفجير بيروت المروع أثراً نفسياً استثنائياً في العراق الذي يشعر سكانه بأنهم معنيون مباشرة بما حدث في العاصمة اللبنانية، لأن أطناناً من الأسلحة والأعتداء والمتفجرات التابعة للميليشيات مخزنة بطريقة عشوائية داخل أحيائهم السكنية، ولأنهم عاشوا أصلاً تجربة انفجارها وأحداثها خسائر مادية وبشرية فادحة في أوقات سابقة. وتفاعل العراقيون بكثافة مع تفجير مرفأ بيروت معربين عن مخاوفهم من مخازن السلاح والعتاد المنتشرة في المناطق داخل المدن بما في ذلك العاصمة بغداد. ففي يونيو عام 2018 شهدت مدينة الصدر عالية الكثافة السكانية في العاصمة العراقية بغداد انفجاراً خلف نحو 120 من الضحايا بين قتلى ومصابين ودماراً هائلاً في الممتلكات الخاصة والعامة، لكن الحادث لم يكن الأول من نوعه، حيث شهدت بغداد ومدن عراقية أخرى حوادث مشابهة، من أكثرها دموية حادث انفجار مخزن للسلاح تابع للحشد الشعبي في منطقة العبيدي شرقية بغداد في سبتمبر 2016، موقعاً خسائر مادية وبشرية، معتبراً ومخلفاً حالة من الهلع في منطقة امتدت لعدة كيلومترات مربعة حول موقع الحادث بفعل تطاير القذائف والصواريخ عشوائياً. وفي أغسطس عام 2019 عاشت منطقة الدورة جنوبية بغداد حالة من الرعب جراء انطلاق الصواريخ وتطاير قذائف هاون وسقوطها على مناطق آهلة بالسكان مخلفة قتلى وجرحى،
ليتبين بعد ذلك أن الأمر ناتج عن انفجار مخزن للسلاح تابع لميليشيا بدر. وتقول دوائر أمنية عراقية إن اختيار الميليشيات لأحياء سكنية داخل المدن بما فيها العاصمة بغداد نفسها يعود إلى حرص تلك الميليشيات على بقاء أسلحتها في متناول يدها نظرا لتحفزها لخوض الصراع ضد خصومها ومنافسيها وربما ضد السلطات الرسمية في أي لحظة مواتية. إلى مقال عن انفجار مرفأ بيروت منشور بصحيفة الغد الأردنية وحمل عنوان فتشوا عن إسرائيل وكتبه ماهر أبو طير ويقول في مطلعه: الكارثة التي حلت على الأشقاء اللبنانيين مؤلمة جدا وهذه هي بيروت القريبة منا 50 دقيقة بالطائرة من عمان إلى بيروت تقريبا فهي على مرمى القلب تنهمر التحليلات هذه وأقرب الساعات حول سبب الكارثة وإذا كان الكلام عن تحقيق محلي أو دولي يزاحم الأزمة في ظلالها الإنسانية إلا أنه من المؤكد أن انفجارا بهذا الحجم لن يترك خلفه دليلا فلا أحياء نجوا ليحكوا عن الذي حدث في مرفأ بيروت ولا أدلة تبقى ولا آثار. نتابع جزءا من هذا المقال. آلاف الأطنان من نترات الأمونيا مخزنة في ظروف سيئة منذ سنوات مع ألعاب نارية ومفرقعات في ذات المنطقة وإذا كان البعض يتحدث عن تماس كهربائي أو وجود عمليات لحام بالأكسجين في تلك المنطقة أدت إلى الحريق أولاً أو أن ارتفاع حرارة الطقس مع سوء التخزين أديا إلى هذه الكارثة فإن السيناريو الإسرائيلي لا يغيب أيضاً. حسن نصر الله زعيم حزب الله هدد قبل سنوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مخازن الأمونيو على شواطئ حيفا المحتلة وتحدث يومها عن تفجير شبه نووي سيؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف ولأن العرب ينسون فيما الإسرائيليون لا ينسون بقيت القصة عالقة ولم تتبدد. على الأرجح أن ما جرى في مرفأ بيروت عمل تخريبي عبر عميل زرع عبوة ناسفة تم توقيتها داخل العنبر فانفجرت دون موعد ليس ردا على تهديد حسن نصر الله القديم بل لغايات أخرى وعملية زرع العبوة الموقوتة ليس صعبة في بلد يوجد لإسرائيل فيه عملاء فيما الكلام عن صاروخ موجه من سفينة أو عبر طائرة لم يثبت حتى الآن وكل الفيديوهات التي يتم توزيعها إما قديمة لحوادث حدثت في مناطق ثانية أو على أساس استنتاجات أو روايات شهود عيان يقولون إنهم رأوا صاروخاً ينطلق نحو المرفأ لكن لا أحد قدم دليلاً نهائياً على ما يقول لتبقى رواية العبوة الناسفة الموقوتة محتملة وقابلة للتأكيد أو النفي لاحقاً. وختم ماهر أبو طير مقاله بقوله: الخلاصة هنا أن التفجير كان بفعل فاعل وإذا كان الغضب الشعبي ينصب على مؤسسات الدولة اللبنانية بسبب الإهمال وترك مدينة بحرية عائمة على شبه قنبلة نووية طوال هذه السنوات بحيث وجد من أراد بلبنان شرا قنبلة جاهزة للتفجير دون أن يتحمل أي مسؤولية علنية فإن هذا لا ينفي أن الحادث يصب في إطار آخر والمعركة بين حزب الله وإسرائيل والحاجة لخلخلة لبنان كليا فوق أزماته الداخلية. إلى المقال الأخير ومنشور في إيكونومست وجاء فيه: في لبنان نخبة حاكمة تسرق. في مقال افتتاحي قالت مجلة إيكونومست إن الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء يجب أن يقود إلى التغيير وأضافت كان الانفجار الذي هز بيروت في 4 من آب أغسطس ضخما لدرجة شعر به سكان قبرص التي تبعد 240 كيلومترا عن لبنان مع أنهم عانوا من زلازل عدة مرات مختلفة وقتل عدد كبير من الأشخاص وجرح الآلاف بسبب الانفجار الذي ترك المرفأ في حالة من الدمار.
أشارت المجلة لتصريحات الحكومة اللبنانية عن سبب الانفجار الضخم الذي نتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم والتي تستخدم في الأسمدة وصناعة المفرقعات النارية، وتم على ما يبدو مصادرة هذه المواد من سفينة روسية هجرها صاحبها وكانت في طريقها إلى موزمبيق. واقترح سلطة الجمارك تصدير المواد أو تسليمها للجيش اللبناني أو بيعها لشركة مفرقعات، ولكنهم كانوا بحاجة إلى أمر قضائي ولم يتم الرد على المطالب المتكررة، ولهذا ظلت المواد مخزنة في مستودع بالميناء، أي حكومة تترك جبلاً من المواد الكيماوية المتفجرة في مكان غير آمن معظم العقد الماضي، وهي نفس الحكومة التي لم تستطع التوافق على ميزانية للدولة لمدة 11 عاماً وسمحت لمصرفها المركزي بإدارة برامج تحايل مالي على طريقة بونزي للدفاع عن ارتباط عملتها غير الواقعي بالدولار، وهي نفس الحكومة التي توهم نفسها بالاعتماد على المساعدات والقروض وتحويلات اللبنانيين من الخارج وتنفق بدرجات أعلى مما تجمعه من ضرائب، وهي الحكومة التي تديرها نخبة مفصومة عن الواقع والتي تتلاعب وتبتز في وقت يحترق الاقتصاد، وبالمحصلة فحكومة لبنان بحاجة ماسة للإصلاح. معظم اللبنانيين يريدون التخلي عن نظام المشاركة في السلطة السياسية، ولم يعد الكثير منهم يعرف نفسه عبر الهوية الدينية. اكتشف باحثون كنديون أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور وفق ما كشفت دراسة نشرتها مجلة لانسيت أونكولوجي العلمية في عددها لشهر أغسطس الجاري. وكان علماء حفريات عثروا عام 1989 في مقاطعة ألبرتا الكندية على عظمة من ساق ديناصور من فصيلة سنتروسور، وهي ديناصورات ذات قرون. واعتقد الخبراء في البداية أن العظمة التي بدا شكلها مشوهاً تعرضت لكسر تمثل للشفاء، لكن تحاليل أجريت مؤخراً بواسطة المجهر وتقنيات متطورة بينها الأشعة المقطعية عالية الدقة أظهرت أن كتلة بحجم تفاحة على العظمة تعود في الواقع إلى ورم سرطاني. وأوضح مارك كراوذر أحد معدي الدراسة أن حياة الديناصورات لم تكن سهلة، والكثير منها كان يصاب بكسور تشفى لاحقاً أو كان يصاب كذلك بالتهابات في العظام. نتابع الكاريكاتير الآن. في ختام صدى الأقلام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.